اوكي، مرحبا، معكم استاذ راني احمد. هذا الدرس الرابع بدرس البرمجه بطريقه التوجيه او الموجه كائنيا، Object Oriented Programming بلغه تي سي ال باستعمال مكتبه اي تي سي ال. تمام، نحن هلا راح نحكي عن تدمير المتغير او الكائن اللي اخترعناه نحن داخل الكود او اللي اسسناه داخل الكود. فعندي توستر، تذكر في عندنا سمارت توستر. اوكي، فالفكرة ما فيها انه كيف انشاء المتغير، اوكي، او تأسيس هذا المتغير اللي جاي على سلسلة من التراتبية تبعية الوراثة، كيف راح يبلش ينشئ حاله. يعني انا هلا ما بقول بدي اعمل سمارت توستر، اوكي، محمصة ذكية. المحمصة الذكية هاي ما بتصير محمصة ذكية بدون اذا ما كانش عندي محمصة، ف لازم افوت على المحمصة وبعدين احكي بالمحمصة الذكية. اوكي، فلذلك راح تشوفوني اذا استعملت بس التوستر، اوكي، وعملت متغير عنها، اوكي، راح شو يعمل؟ راح يفوت على الكونستراكتور تبع توستر. بس عشان على السريع تفهم انه هذا الكود شغال، هاي الرسالة معناها انه الكود شغال، ف مثل ما بدي. فبفوت على الكونستراكتور تبع توستر، اوكي، وبقول برنت، بيطبع انه مرحبا هاي من توستر. اوكي، هلا بجي انا عند سمارت توستر، هي هون تحت طبعا بتشتغل شغلة هون، مش بهمني هذا الحكي هلا، بس ماي سمارت توستر عم بأسسها وبتشتغل شغلها. تمام، فبتطلع هون بالنتيجة، هاي ماي توستر اشتغلت، عملت شغلها. هلا بتيجي ماي سمارت توستر شو بتعمل؟ بدها تنشئ نفسها، كويس، تأسس حالها، وبتقول سيز هاي من توستر، تقول مرحبا هاي من توستر. بعدين تاني مرة قالت سيز هاي من سمارت توستر. طب عمي انا ما هون، هون كم سطر حطيت بالكود؟ سطر واحد، منين اجى هذا الثاني؟ اوكي، وبعدين اجيت اشتغل الشغل هون، لازم يكون في بيناتهم شيء بالنص. شو جاب هذا الجملة الثانية؟ اوكي، اوكي، ف وين راحت هاي الجملة الثانية اللي هون؟ اوكي، اللي صار عندنا انه ماي سمارت توستر، اوكي، لانه هي مبنية على توستر وبعدين بدها تقول عن حالها كمان هي، فاذا بتفوت على الكونستراكتور تبع التوستر بالاول، اوكي، وبعدين بتنزل عند حالها وبتروح بتعمل كونستراكتور، بتعمل ماي سمارت توستر. اوكي، طيب هلا كيف انا بدي ادبر حالي لما بدي اخلص منهم هول الاوامر، اوكي، بحيث ما بدي اياهم يبقوا بالذاكره يعني. فشو راح يصير؟ بستعمل هذا الامر اسمه اي تي سي ال ديليت، انه الغي اوبجكت، عرفنا الكائن، الغي الاوبجكت، اوكي، خلي اي تي سي ال تلغي الاوبجكت اللي اسمه ماي توستر. فاذا ها طب خلينا نلغي، فشو بصير؟ اقول لك ماي توستر سيز باي فروم توستر، بتروح على الديستركتور فانكشن، شايفينه هذا وين؟ هذا بالسمارت توستر، بتطلع على التوستر، كويس، هذا الفانكشن تبع السمارت للتوستر، اوكي، تبع للتوستر، هي فوق توستر. طيب بكمل هلا انا بروح على اي تي سي ال ديليت اوبجكت ماي سمارت توستر، اوكي، وبروح بشغل سمارت توستر، اوكي، بالاول وبعدين على التوستر، هيك بصير الديليشن، اوكي، لانه لازم تلغي المتغير، اوكي، لازم تمشي بهالتراتبيه، اوكي، اللي تلغي الاوبجكت اللي مبني على سمارت توستر اللي هو الابن، فاذا لازم تطير الابن لتطير بعدين البي لتطيره كله، لانه سمارت توستر يعني فيك تعتبره كانها عرجه، كويس، كانها عرجه، يعني ما فيها تعيش بلا توستر، سمارت توستر ما بتقدر تعيش بلا توستر، كويس، مشان هيك انه ايه بتطير سمارت توستر، بس سمارت توستر بعد في جزء منها بالذاكره، فبدك تشيله هذا كمان، ما فيك تتركه، لازم تلغيها كليا. اوكي،
مشكلة، ما فيك تلغي نص نص، بدك تلغيه ما تغير كله. فمشان هيك بدك تفوت بسمارت توستر بعدين تشيل التوستر، اوكي؟ وصارت العملية مثل التكديس، يعني اللي بيدخل بالأول اوكي هو آخر شيء بتلغيه، اوكي؟ فدخل أول شيء التوستر بعدين سمارت توستر، فلأنه التوستر دخل أول شيء بحكي كترتيب هون بنفس المتغير ماي سمارت توستر، قلنا بدخل توستر بعدين بدخل سمارت توستر، وقلنا انه اللي بيدخل اول شيء واخر شيء بتلغيه، اوكي؟ فبدك تعكس العمليه، ما دام اللي فوق فوق التكديس هو سمارت توستر بتبلش فيه اوكي وبتلغيه، وبعدين بتجيب التوستر وبتلغيه، وهيك بكون لغيته كله، اوكي؟ فهي هي الطريقه اللي بيشتغلوا فيها الديليشن والديستركشن، اوكي؟ التدمير والالغاء تبع المتغير. وهذا كل شيء عن اي تي سي ال لليوم. شكرا على المتابعه، ارجو تكونوا استمتعتوا بالشرح. كمان ارجو انكم تكبسوا على الاعلانات، تكبسوا على اللايكس، وتكبسوا كمان على يعني تطبعوا لنا شويه تعليقات اللي بيهمكم اياها او اي اسئله، والاعلانات لا تنسونا فيها، الله يكرمكم. شكرا جزيلا، سلام.